السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على حبيبنا ومتابعينا في كل مكان. أهلا بكم في جولة يوم الحد في الوكالة، وجولتنا زي ما انتم شايفين كده مليانة، الفيديو مليان، فما تطلعوش من الفيديو، هتشوفوا حاجات هتعجبكم ان شاء الله، حاجات كتيرة جدا، وجولتنا مليانة بالمفاجآت، وهتشوفوا معايا العبايات اللي هي الخليجي اللي هي عند أم منى، هتشوفوها معايا. وديت كانت التصوير ده كان في جراج الوكالة بعد ذاك السماك، وهي العبايات، اي عباية من دي كانت ب65، هي كانت بتبيعها اغلى من كده، بس كانت بتبيعها في اليوم ده ب65، علشان ممكن يكون عشان المقاسات يعني مش كبيرة قوي، مش عارفة صراحة. وكانت في ناس عندها كتير بتشتري، كانت كان عندها يعني عبايات كتير جدا، والناس كانت بتنقي، كانت الفرشة مليانة، وفي ناس بتاخد منها الشغل اللي بتبيع، فاللي حابب يروح عندها هي جنب من ناحية المطبعة الأهلية، من ناحية الكورنيش جنب مرات عم رمضان اللي هو بتاع الشنط، هي بتبيع الشنط، ودي جنبيها بالظبط، وقدامهم اللي هما بتوع اللي هو بتاع السجاد الناحية التانية والمشايات، يعني ما يتوهش خالص العنوان، هما دول في الأول خالص. أول ما بتدخلوا الممر، بعد ما بتخلصوا الممر بتدخلوا الشارع، هما قاعدين عند قصر النورس، بيبقى قافل، هي بتبقى قاعدة عنده. وإن شاء الله أعمل لكم جولة يعني فيديو كامل بالعبايات اللي عندها، إن شاء الله أنزله لكم قريب. وهنا كانت الشمعدانات دي كانت ب150 او كانت ب120، غليت طبعا ضعفين الاسعار كل يوم، يعني ربنا يرحمنا برحمته، الواحد الناس كلها تعبت صراحة الاسعار. فاحنا بنحاول على قد ما بنقدر بنجيب لكم الجولات اللي هي الاسعار يعني اللي في تناول الجميع. هتشوفوا معايا ماشي، هتشوفوا الستاير، وهتشوفوا قماش التنجيد، وهتشوفوا المعالق، ويعني وهتشوفوا بواقي الفنادق، يعني خليكم معايا، هتشوفوا حاجات كتيرة جدا في الفيديو. هنا دي الستاير برضو، ان شاء الله هعمل لكم فيديو كامل بالستاير وانواع الستاير. كان يوم الحد برضو، الاسعار 65، 55، 45، ان شاء الله الفيديو هينزل لكم بالاشكال والاسعار، الاشكال يعني مصورها لكم ببطء. ودي ستاير البلكونه برضو عندهم، برضو بيفصلوا ستاير، برضو يعني بيفصلوا الستاير برضو عندهم، وكان عنده منزل موديلات جديده برضو، ان شاء الله هتشوفوها في الفيديو، انتظرونا قريب ان شاء الله هنزل لكم الفيديو. اي عروسة عاوزة ستاير، او اي تجديد شقة، او اي حد عاوز يجيب ستاير جديدة، مش شرط عروسة او تجديد شقة، يعني ممكن بحاجة بسيطة جدا نخلي البيت يعني نغير من شكله، ويبقى نفسيتنا المعنوية يعني كويسة، مش لازم حاجة غالية، لا طبعا، بأقل حاجة ممكن الواحد يغيرها في البيت ممكن تبسطه وتفرحه، وربنا يفرحكم جميعا ان شاء الله. عنده الستاير، عنده الابيض، عنده الاوف وايت، ده الابيض. وهنا شنطة ام يوسف، ام يوسف قاعده عند قدام جراج الوكاله تحت الكوبري، ما توهش برضو، قدام جراج الوكاله على طول، هي قاعدة تحت الكوبري، عندها الشنط بتاعتها جميلة جدا، يعني خامتها كويسة، اللي هي في المحلات، مش بقول كده عشان انا مصورة، لا انا لما بصور حاجة يعني عادية بقول لكم دي عادية، بصور حاجة كويسة بقول دي كويسة. كانت الشنط عندها بتتراوح من 175 و135، وكل شنطة وليها سعر، يعني مش كل الشنط سعر واحد، لا كل شنطة ليها سعر على حسب جودة الشنطة وخامتها وبرندتها كده يعني.
وان شاء الله هتشوفوا معايا بواقي الفنادق، ف ابقوا معانا. هو اصلا النهارده يوم الاحد ما كانش فيه بواقي فنادق كتير، كان الشغل كله اللي هو الجديد القطن، يعني الحاجات اللي على القطن. ساعات بينزل بواقي الفنادق وساعات لا، على حسب يعني. هتشوفوا معايا الفيديو برضو، في برضو الجزء بتاع الفنادق والملايات والكوفرتات كده يعني. حبايبنا بشكر اي حد دلوقتي داس على اللايك وعمل لايك، بشكره. وبشكر حبايبنا ومتابعينا اللي بيشتركوا عندي في القناة، ان شاء الله نكون على حد ظنكم، وتكون ان شاء الله القناة كلها مصداقية بفضل الله طبعا. مع ان الاشتراكات بتطير، فيعني اللي مشترك في القناة يا ريت يعني يلغي الاشتراك ويرجع يعمله من تاني على الكل، عشان يوصلكم كل الاشعارات مني بالفيديو الجديد اللي ينزل، علشان تكونوا دايما يعني متابعينا. واكون سعيدة طبعا بتعليقاتكم الجميلة، واي حد عاوز يكتب تعليق الاستفسار على اي حاجة انا برد على طول. وهنا شارع زهران، شارع زهران دوت كان يعني الفرشة دي يوم الحد، اي عباية 175 جنيه. انا جبت لكم السعر فوق العباية، عشان في ناس بتقول انتوا بتجيبوا ممكن تقولوا السعر من دماغكم. لا طبعا انا عمري ما اعملها طبعا ان انا اجيب سعر او اقول من دماغي، لان ده يعتبر كذب، فربنا يعافينا منه يعني. عمري طبعا ما اقول اي سعر من دماغي، لو ناسي سعر وانا بصور هقول لكم انا نسيت السعر، لكن مش هقول طبعا سعر من عندي، ما ينفعش. اهو زهران اللي هو الجملة والقطاعي اليافطة هيت للملابس الجاهزة، ده شارع زهران. ده التقاطع دوت ده من ورا بقى، يعني بعد ما بتسيبوا اللي هو بوابة الفنادق والكلام ده كله، وبتمشوا قدام. يعني انت لو سألت على شارع زهران بيبقوا واقفين بيه بالاستندات، وفي قدام برضو ناحية شارع بولاق الجديد برضو، لما بتكسروا برضو الشارع اللي هو الواسع اللي فيه العبايات، برضه العبايات هناك. بس هو ده كان بيباع 175، يعني السعر حلو برضو، يعني احسن من اللي هما قدام اللي بتكسر من شارع بلاي الجديد. في بيبقى السعر كويس، وفي بيبقوا مغالين اسعار شوية. وهنا اي مفرش السرير ده ب75 جنيه. وهنا الملايات الكبيرة ديت ب100 والصغيرة ب60، وأنا المسؤولة عن الأسعار اللي بقولها طبعا. قماشة جميلة جدا وقماشة ناعمة، فمش هتندموا لما تشتروا. وعندهم الخدادات الفايبر اللي هي الكابس كانت ب60، هنا دي كانت ب60 جنيه برضو. اللي هو الكفر اللي هناك المقلم ده كان كنت سأل عليه قبل كده، كان ب50 عنده. وهنا الطقم بتاع الانتريهات الابيض دوت ب75 جنيه، طقم كامل على بعضه للانتريه. ولازلنا مكملين في جولتنا زي ما انتم شايفين. دوت زي ما قلت لكم دوت الطقم بتاع الانتريه ابو 75. وهنا شنط عم رمضان، اكتريت الناس طبعا عارفه محل عم رمضان، بعد بتوع بواقي الاوتيلات والفرش الانتريهات اللي انا اللي لسه سايبينه دلوقتي ده، بعديه عند ام عصام بتاعت الصيني، بعديها بشويه. ولازلنا مكملين في جولتنا على عم رمضان، وبرضو كل شنطة ولها سعرها. حتى الحاج دوت يعني تحس ان الشنط ما فيش شنط يعني جديدة قوي، مش قوي يعني على الشنط، لا يعني ما جابش
شغل يعني مثالي كتير او كده، عشان طبعا انتوا عارفين الحاجة غالية، فتحسي المحل مش زي ما بقى مليان شنط. وهنا بقى الجبلان، الجبلان دوت تقيل جدا، ده ب100 جنيه. اتضح ان الجبلان الخفيف اغلى من الجبلان التقيل دوت. لصالون الانتريه اللي هو الانتريه اللي هو يشبه الصالونات، يمشي معاه الفرش دوت. صراحة هنا برضو واقف عند المطبعة الأهلية ناحية الكورنيش، ده الكتان بقى ب130 جنيه، ده أخف من الأولين. يعني أنا كنت أحسب القماشة الخفيفة أغلى، يعني أغلى أرخص من القماشة التقيلة، اتضح إن الخفيفة أغلى. وعندهم المشد اللي هي بقى بتاعة الركنات الغالية، اللي هو تحسينه على كتان، بس الكتان النضيف اللي هو الخامة الكويسة. ما الكتان ده درجات، درجات كتير. وهنا المعالق ديت، المعالق اللي كانت 3 ب10، الواحدة كانت ب5، بس المعالق دي تقيلة والشوك دي تقيلة. أنا كنت سألة على قدام، المعلقة كانت ب5 جنيه، اللي هي كانت 3 ب10. ده بواقي الفنادق، بواقي الفنادق والمطاعم ممكن كبيرة كده، فبيغيروا على طول، ف الوكالة بيجيبوا منهم. وأصلا لو جبتوها عملتوها في شوية كربونات وليمون، يعني هتحسوها ان هي لسه جاية جديدة بالظبط، بتلمع. وهنا القماش القطيفة دوت، ده القماش الركنات والانتريات بيقول ب52، فاللي كانوا واقفين قالوا ب40 جنيه. هي قطيفة ولا هي خفيفة ولا هي تقيلة، يعني مديها الخفيفة برضو شوية، بس تمشي برضو في الركنات والانتريهات دوت على قطيفة، جميل برضو. دول بيبقوا قاعدين يوم الحد، عشان بتبقى المحلات قافلة يوم الحد، فبيقعدوا اهو. لسه سنتر اهوت، هو بيقعد تحت المحل دوت. وهنا قماش بقى كتان وايكيا. شفتوا بقى الكتان اللي هو عدى كان عامل قماش خامة ازاي؟ انا بقول لكم الكتان ده درجات، قماش عنده ايكيا وقماش تاني. المتر من ده ب50، كان ب40 وب45، ربنا يرحمنا. اللي عاوز قماش ويكون سعره كويس، نبقى ويبقى يوم يوم كاملين في جولتنا مع يوم القماش. الحد. هنا ده بقى صراحة قماش الممر خامته اللي حلوة بوديكم يعني، على اللي هو جامدة بقى الفنادق والكلام ده حتى كله، برضه الخفيف منه الناس اللي قماشة بتسألني كويسة برضه. ده الممر. انا ان شاء الله اصور لكم الفيديو يعني فجربوا في القماش مش الطريق، هتندموا، يعني الناس تيجي وبرضه ازاي، أرخص تروح من ازاي، المحلات اللي هو يعني، المحل اغلى بقى من كده. الفنادق وان شاء الله والشاطئ تشوفوا فيديو جديد، ده والكلام ده الطريق كله كله اللي هو السلام يروحوا عليكم. ازاي عشان